بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أحبائي الأطفال، أعزائي الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر الفضيل، شهر الرحمة، شهر المغفرة، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله نكون من الصائمين والقائمين ومن حجاج بيته الحرام. إحنا معاكم طوال الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، مع برنامجكم اليومي، برنامج اقرأ. برنامج اقرأ عبارة عن برنامج قرآني تربوي ترفيهي، فيه الكثير من المعلومات اللي تفيدكم في حياتكم اليومية. عندي فريقين موجودين معاي في الاستديو، واصلين من المرحلة السابقة، من مباراة سابقة، ووصلوا إلى هذه المرحلة. في المرحلة الأولى ما كانت عندنا تصفيات، يعني الفريق سواء يفوز أو يخسر كان يصل إلى المرحلة التالية. أما الآن هالمرحلة مرحلة تصفيات، الفريق الفائز ينتقل إلى المرحلة التالية، أما الفريق الخاسر يخرج من المنافسة. موافقين على هالشرط؟ الفريق الخاسر يخرج من المنافسة. قلت لكم أحبائي إن عندي فريقين موجود معاي في الاستديو. فريق على يميني، الفريق اللي على يميني هو فريق بدر. فريق بدر كان خاسر من فريق حنين، خسرته من فريق حنين صح؟ ولكن رغم الخسارة انتقلتوا لهذه المرحلة. لكن أنبهكم وأقول لكم، ترى هالمرة إذا خسرتوا بعد ماكو انتقال إلى المرحلة التالية، تطلعون من المنافسة، كل واحد يروح بيته ويقعد يطالع الفريق اللي قاعد يربح. خلاص عرفتوا؟ أما الفريق اللي موجود على يساري، فريق المدينة، حقيقة استبدلوا الفريق بالفريق الاحتياطي بسبب أن عندهم الظاهر دورة قرآنية، فما قدر الفريق الأصلي يحضر في الاستديو. الفريق البديل، الفريق الاحتياطي لفريق المدينة، وشكلهم مبين عليهم خايفين، لأن أول مرة يقعدون على هذا الكرسي صح؟ أنتوا خايفين؟ ما في شيء، عادي، إن شاء الله ما في شيء، إن شاء الله ما في شيء. فريق المدينة كان متعادل مع فريق الفرقان، فبالتالي وصلوا إلى هذه المرحلة اللي هي المرحلة الثانية. هم أنوه لكم، ترى الفريق الخاسر راح يخرج من المنافسة، الفريق اللي يفوز ينتقل إلى المرحلة الثالثة. أحبائي خلوكم دائما عند الشاشة، ونرجع مع أولى فقرات برنامج اقرأ وفقرة المسابقات. أحبائي الأطفال، أهلا ومرحبا بكم في الفقرة الأولى من برنامج اقرأ، وهي فقرة المسابقات، الفقرة المحببة عندي وعند الأطفال صح ولا لا؟ لأن إذا فزتوا راح تحصلون على جائزة كبيرة. مثل ما قلت لكم عندي فريقين في الاستديو، فريق على يميني فريق بدر، وعلى يساري فريق المدينة. فريق بدر كان خاسر من فريق حنين، وفريق المدينة كان متعادل مع فريق الفرقان. أنا ودي مرة ثانية نتعرف عليهم، على أسمائهم وعلى أعمارهم، وأبدأ دائما من الفريق اللي موجود على يميني فريق بدر. أمسك الميكروفون حبيبي، شو اسمك؟ أمير حسين. أمير حسين، أمير كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، مستعد إن شاء الله للمنافسة؟ إيه. يقول مستعد للمنافسة، نقول له سلم الميكروفون بيد رفيجك. شو اسمك؟ حسين هاني. حسين؟ هاني. حسين إيش عفوا؟ هاني. حسين هاني، حسين هاني، أتذكرك، حسين هاني أتذكرك. حسين هم أعتقد ذيك المرة كنت قاعد بالنص؟ إيه. هم كنت قاعد بالنص. حسين كم عمرك؟ 11. 11 سنة. مستعد للمنافسة؟ إيه. هالمرة ماكو خسارة؟ إن شاء الله. خسارة يعني برا، صح ولا لا؟ صح. فوز يعني استمر، صح؟ زين، عطي الميكروفون بيدر فيجيك، شو اسمك؟ سليمان علي. سليمان؟ علي. سليمان علي، سليمان. سليمان مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله. كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. الفريق يقول احنا مستعدين، وتحية لفريق بدر، تستاهلون تحية، تستاهلون. فريق بدر تعرفنا عليهم، اما فريق المدينة لازم نتعرف عليهم، لان مثل ما قلت لكم ان الفريق اللي موجود معي في الاستديو هو الفريق الاحتياطي لفريق المدينة، لان الفريق الاصلي الظاهر عندهم امتحانات او يمكن دورة في القرآن الكريم، ولهذا ما قدروا يحضرون في الاستديو.
نتعرف على أول واحد. امسك الميكروفون. محمد الجواد. محمد الجواد. محمد كم عمرك حبيبي؟ 10 سنين. بما أن احنا نتعرف عليك أول مرة أدردش وياك أكثر شوية. تروح المدرسة؟ أكيد تروح المدرسة صح؟ بعد رمضان راح تكون في أي صف إن شاء الله؟ سادس. صف السادس ما شاء الله. أكيد ناجح وأكيد شاطر. ما يحتاج أنا بعد أسألك أقولك ناجح أو شاطر. أنا أكيد يعني أدري إنك ناجح، أدري إنك شاطر، وإلا ما اختاروك تكون في فريق المدينة. عطي الميكروفون بيدري فيجك. شو اسمك؟ عمار ميثم. عمار ميثم. عمار كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. مثل رفيجك شاطر ولا لا؟ شاطر. كم عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. يعني ما أعطيك 3 احتمالات؟ خلاص 10 سنوات؟ نثبت على 10 سنوات. عطي الميكروفون بيدري فيجك. كم عمرك حبيبي؟ 10 سنوات. بغيت تقول اسمك صح؟ زين شو اسمك الحين؟ جعفر خالد. جعفر؟ خالد. جعفر خالد وعمرك 10 سنوات. تحية كبيرة لفريق المدينة، يستاهلون. أحبائي احنا كذي تعرفنا عليهم، على فريق بدر وفريق المدينة. ونبدأ دائما بالسؤال الأول. مثل ما قلت لكم ما يحتاج أنا أشرح لكم، عندنا إحنا 10 أسئلة في الكمبيوتر، 5 أسئلة لفريق بدر و5 أسئلة لفريق المدينة. متى ما انتهى الوقت نوقف، ولكن نوقف مع هالجهة، جهة فريق المدينة، لأن بدينا مع فريق بدر. ما يصير إحنا نعطيهم هم 4 أسئلة هني مثلا 3 أسئلة، لازم نعطيهم 4 و4. وإذا هم طولوا في التفكير ترى هم خسرانين، لأن ما راح يحصلون على درجات. يعني إذا أنتوا بسرعة تجاوبون راح أعرض عليكم 5 أسئلة، 5 في 3 نقاط يعني 15 نقطة. فإذا تعادلتوا الفريقين راح يوصلون إلى المرحلة التالية. مستعدين؟ مستعدين. وأول سؤال لفريق بدر، نشوف السؤال كما هو واضح على الشاشة. السؤال الأول شي يقول؟ نشوف السؤال. من هو النبي الذي ألقاه قومه في النار؟ من هو النبي الذي ألقاه قومه في النار؟ وعندنا 3 إجابات. إبراهيم. ما تبي أعطيك إجابة؟ لا. متأكد؟ إيه إبراهيم. ترى في إجابات شوفهم. إبراهيم. شوف الإجابة الأولى إسماعيل، خضر، إبراهيم عليهم السلام. إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام. إبراهيم. أنت شو تقول؟ أعطي الميكروفون هذا أسمع. إبراهيم. أعطي الميكروفون جدا. إبراهيم. إبراهيم يعني الإجابة الثالثة. أثبت؟ ثبت. انثبت على الإجابة الثالثة. شوف. نعم نعم يستاهلون. يستاهلون 3 نقاط. وأول 3 نقاط عندنا في الحلقة لفريق بدر، وأول سؤال كذلك أنتوا حصلتوا على النقاط بالكامل. ولكن هذا مو معناته أن على طول فزتوا، ترى للحين الطريق بعيد وطريق وايد طويل وعندنا أسئلة وايد. السؤال الأول بالنسبة لفريق المدينة والثاني في الحلقة. مستعدين؟ نشوف السؤال على الهواء ويا بعض. يا ترى ما هو السؤال؟ نشوف السؤال. من هو أبو البشر؟ سؤال جدا صغير. من هو أبو البشر؟ أعطيكم 3 إجابات. أعطيكم 3 إجابات؟ نعطيهم 3 إجابات. نشوف. النبي آدم عليه السلام، أم النبي عيسى عليه السلام، أم النبي موسى عليه السلام؟ النبي آدم، النبي عيسى، النبي موسى عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. النبي آدم. تشاورتوا؟ تشاورتوا ويا بعض يعني توصلتوا إلى هالإجابة إن فعلا النبي آدم هو أبو البشر؟ أنت شو تقول؟ النبي آدم. وأنت؟ النبي آدم. أنت؟ النبي آدم. يعني أثبت؟ ما أغير؟ ثبت ثبت ونشوف. نعم 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 الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. 3 نقاط لفريق المدينة، فبالتالي حاليا الفريقين متعادلين. 3 نقاط لفريق بدر و3 نقاط لفريق المدينة، وما شاء الله المنافسة حامية بين الفريقين.
عندنا وايد أسئلة، عندنا باقي 4 أسئلة لفريق بدر و4 أسئلة لفريق المدينة، ولكن بعد الفاصل دائما خلوكم عند الشاشة. أحبائي الأطفال، أحبائي الصغار، أعزائي اللي قاعدين في البيوت وقاعدين يتابعونا، في الفقرة الأولى شفنا أن فريق بدر قدروا يجاوبون على سؤال واحد وحصلتوا على كم نقطة؟ على 3 نقاط. وكذلك فريق المدينة، الفريق الاحتياطي، حصلوا على 3 نقاط، فبالتالي حاليا متعادلين. فريق بدر متعادل مع فريق المدينة. والسؤال الثاني في الحلقة، السؤال الثاني بالنسبة لفريق بدر، مستعدين ولا لا؟ مستعدين. نعطيكم الأسئلة يعني؟ نشوف السؤال على الشاشة، نشوف السؤال شو يقول. ماذا كان لقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة؟ ماذا كان لقب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة؟ أنا أعطيكم الإجابات، معلش الإجابات الثلاث نشوف. القوي الشجاع، أم التاجر الأمين، أم الصادق الأمين؟ الصادق الأمين. أشوفكم بأعلى صوتكم قاعدين تقولون الصادق الأمين. أنت شو تقول سليمان؟ أعطى الميكروفون. الصادق الأمين. الصادق الأمين يعني الإجابة الثالثة. إجابة نهائية يعني بإصرار، يعني لقب النبي الأكرم قبل البعثة الصادق الأمين. أثبت؟ أثبت على الإجابة الثالثة ونشوف. نعم نعم، إجابة صحيحة. يستاهلون 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 يستاهلون. 3 نقاط صاروا 6. ما شاء الله ما شاء الله، ماشيين بطريقة جدا جيدة، يعني يفكرون يتشاورون ويا بعض، ولما يوصلون إلى الجواب الصحيح يقولون، وثلاثتهم نفس الإجابة نفس الإجابة. هذا يدل على ثقتهم بمعلوماتهم، صح؟ بارك الله فيكم بارك الله فيكم. السؤال الثالث، السؤال الثالث لكم، ترى أنتوا الفريق الاحتياطي، يعني ممكن ترجعون للبيت تقولون حق الفريق الأصلي خسرنا خسرناكم، وممكن ترجعون للبيت تقولون حق الفريق الأصلي ترى نجحناكم، احنا اللي صعدناكم فوق. السؤال الرابع كما هو واضح على الشاشة يا أحبائي الأطفال، نشوف السؤال شو يقول. ما هو اللقب الذي أطلق على حمزة؟ حمزة سيد الشهداء الذي قتل في أحد، ما هو اللقب الذي أطلق على حمزة؟ وعندنا 3 إجابات. أتمنى الجمهور، جمهور رجاء جمهور، إذا أنا اضطريت، إذا شفتكم تتكلمون أحاول أني أكمل المنافسة فقط بوجود الجمهور، بوجود المتسابقين، بدون جمهور ترى. رجاء التزام الهدوء. 3 إجابات، ما خليتوني أكمل. أسد الله، أم الشجاع الأسد، أم ذو الجناحين؟ أسد الله. أسد الله لقب حمزة الذي قتل في معركة أحد. قول في الميكروفون. أسد الله. أنتوا بعد وياه؟ أسد الله. أسد الله الإجابة أسد الأولى الله. يعني أسد الله الأولى. أثبت أثبت على الإجابة الأولى؟ أثبت أثبت. نعم نعم، إجابة صحيحة، الإجابة صحيحة. يستاهلون يستاهلون. المنافسة حميمة، المنافسة حميمة بين الفريقين، فريق بدر وفريق المدينة. والسؤال الخامس، والسؤال الخامس لفريق بدر، ترى في منافسة جدا قوية، برغم أن هذا الفريق هو الفريق الاحتياطي، ولكن أكون منافسة قوية. أنتوا مو خايفين أبدا؟ إذا فلنفترض أنتوا ربحتوا، أكيد راح تفرحون، صح ولا لا؟ إذا لا سمح الله خسرتوا تزعلون؟ تفرحون لهم مثلا؟ بارك الله فيكم بارك الله فيكم. تحية لفريق بدر على هذه الروحية الرياضية. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. سؤال لفريق بدر، السؤال الخامس، السؤال الخامس، نشوف السؤال شو يقول على الشاشة. سؤال الخامس نشوفه.
الدابة التي امتطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج. الدابة التي امتطاها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج شنو كان اسمه؟ ثلاث إجابات: البراق، البرق، البريق. البراق، البرق، البريق. البراق. البراق يعني لا برق ولا بريق. سامعين يعني ولا ضربة حظ؟ خلكم صريحين يا سامعين أن البراق ولا كذي ضربة حظ؟ نشوف يا صح يا غلط. ها سامعين البراق؟ جميل. تسمعون القصص، قصص الأنبياء عليهم السلام، قصص الأئمة عليهم السلام، تحبون هالقصص؟ إذن أنتوا كلكم تبون تثبتون على الإجابة الأولى البراق. خلاص أثبت على الإجابة الأولى وأشوف. نعم نعم إجابة صحيحة، إجابة صحيحة، وحصلوا على ثلاث نقاط. شيء جدا جدا جميل من فريق بدر. هالفريق كان حقيقة خاسر من فريق حنين. فريق بدر كان خسران، تذكرون قبل كم حلقة كنتوا خسرانين من فريق حنين، ولكن الظاهر أن جايين هالمرة بحماس ومصرين إلا نفوز إحنا. ما عليه، للحين أقول ترى الطريق قدامنا طويل وباقي عندنا وايد من الأسئلة. السؤال السادس بالنسبة لكم، السؤال السادس بالنسبة لفريق المدينة، نشوف السؤال شو يقول. رجل تنسب إليه الكثير من الحكايات الفكاهية. رجل تنسب إليه الكثير من الحكايات الفكاهية. أنزل لكم أجوبة ولا تقولون؟ ننزل ثلاث إجابات. إحنا بالتالي لازم ننزل ثلاث إجابات. جرير أم جحا أم الفرزدق؟ رجاءً الجمهور، رجاءً جمهور. حبيبي بلا كلام حبيبي. نعم عندنا جرير أم جحا أم الفرزدق؟ جحا. هذا رأيك ولا رأي الكل؟ رأي الكل. رأي الكل هي. يعني أثبت. أنت شو تقول؟ أنا أثبت، أنا مالي بس الإجابة الثانية. نثبت. نعم إجابة صحيحة، الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة، وكذلك ثلاث نقاط لفريق المدينة. فريق البدر حصلوا على تسع نقاط من ثلاث أسئلة، وفريق المدينة حصلوا على تسع نقاط كذلك من ثلاث أسئلة. يعني المنافسة حميمة بين الفريقين، فريق بدر وفريق المدينة. فريق بدر كان خسران من فريق حنين، وفريق المدينة مو هو الفريق الأصلي، هو الفريق الاحتياطي، لأن فريق الأصلي الظاهر عندهم امتحانات أو يمكن عندهم تحفيظ القرآن في المركز. المنافسة جدا حميمة، وباقي عندنا سؤالين لكم وسؤالين لكم. إذا خلص الوقت يعني سؤال وسؤال، إذا الوقت كافي إن شاء الله نكمل وياكم حسب ما أنتم شلون تجاوبون. السؤال السابع لفريق بدر، ونشوف السؤال شو يقول. السؤال السابع لفريق بدر، نشوف السؤال. سخرهم الله تعالى لسيدنا سليمان الرياح ثلاث إجابات: والجن ولا الأشباح ولا الغيوم؟ قول في الميكروفون أنا ما أسمع. الجن. ثلاثتكم تقولون الجن ولا ضربة حظ؟ ثلاثتنا. انشد. الجن. أنت الجن. وين شو تقول؟ الجن. بعد إذا ثلاثتهم يقولون نفس الإجابة بعد شو أسوي أنا؟ لازم أثبت يعني على الإجابة الأولى. يعني نثبت الإجابة الأولى ونشوف. نعم نعم صحيحة، 12 درجة، 12 نقطة لفريق بدر. حقيقة ماشيين جدا جيد، يعني إذا السؤال الأخير هم جاوبوا وحصلوا على النقاط بالكامل
15 نقطة. هم كانوا خسرانين في المرحلة الماضية والحين يحصلون على هالنقاط، شيء جدا جدا جميل. ولكن السؤال الثامن لفريق فريق المدينة، صح؟ مستعدين؟ مستعدين. طيب أنا سألتهم قلت لهم إذا أنتوا ربحتوا راح تفرحون، وإذا خسرتوا قالوا هم راح نزعل. أنتوا شلون؟ إذا ربحتوا أكيد راح تفرحون، صح؟ إذا خسرتوا تزعلون؟ ها؟ بارك لمنو؟ بارك لمنو؟ قول قول بالميكروفون، أنا ما قاعد أسمع ترى. إذا ربحتوا أكيد راح يفرحون ويروحون يقولون للفريق ترى إحنا فوزناكم، صح؟ ولكن إذا خسرتوا نبارك حق فريق بدر. قول بالميكروفون ما قاعد. نبارك حق فريق بدر. تباركون حق فريق بدر فوزهم عليكم، صح؟ وتدرون أنكم طالعين من المنافسة ترى. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. أنا أحييهم على هالروح الرياضية، يستاهلون تحية، يستاهلون، يستاهلون تحية. السؤال الثامن، السؤال الثامن لفريق المدينة. لعلي بن أبي طالب عليه السلام لقب لقبته به أمه. أنا للحين ما قلت، أشوفك مسكت الميكروفون، أشوفك مسكت الميكروفون للحين أنا ما قايل شيء. أكمل ولا تبي تقول؟ أكمل. ثلاث إجابات. حيدرة ولا أبو تراب ولا الشجاع؟ حيدرة. حيدرة. أنت ليش قاعد تبتسم؟ متأكد من الإجابة يعني؟ يقول أنا متأكد من الإجابة. وين تقول؟ حيدر. قول بالميكروفون. حيدر. يعني متأكد من الإجابة. وين تقول؟ حيدرة. أنت بعد تقول حيدرة؟ ما تبي يعني حسيت أنت أكثر واحد يمكن فيه شك. متأكد؟ حيدرة. يقول حيدرة. حيدرة. نثبت؟ أنت فرحان، أشوفك وايد فرحان. ليش فرحان؟ لأن الإجابة صحيحة؟ أنا ما أدري، أنا ما أدري ترى. خلينا نشوف، خلينا نشوف الإجابة صحيحة ولا لا. نعم نعم الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة، وفريق المدينة كذلك حصل على 12 نقطة، ثلاث يعني ثلاث نقاط من كل سؤال وأربع أسئلة سألناهم، كذلك فريق بدر سألناهم أربع أسئلة وثلاث نقاط من كل سؤال. إذن الفريقين حصلوا على 12 نقطة، باقي سؤال لفريق بدر وسؤال لفريق المدينة. ونشوف السؤال الرقم 9 لفريق بدر، نشوف السؤال شو يقول. مستعدين؟ من هي أم البشر؟ من هي أم البشر؟ قول. أنا ليش ترفع يدك؟ قول، امسك الميكروفون قول. حوراء. أنا أنزل لك ثلاث إجابات، عندنا ثلاث إجابات. آسيا بنت مزاحم أم مريم ابنة عمران أم حواء؟ حواء. شو تقول أنت؟ حواء. عطي الميكروفون بيدري فيجك. حواء. حواء. وين شو تقول؟ حواء. متأكد؟ متأكد. الإجابة الثالثة، ثلاثتكم متأكدين من الإجابة؟ حواء. حواء. يقولون حواء أم البشر. حواء؟ إيه. أثبت؟ إيه. ما في تراجع. آخر سؤال. إيه. آخر شيء. إيه. بعد ماكو خلاص. إيه. إذا خسرتوا خلاص طالعين برا. إيه. ها؟ والله أنا أحييكم على هالابتسامة، ونثبت على الإجابة الثالثة ونشوف. نعم نعم الإجابة صح. الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة. فريق بدر حصل على 15 نقطة من خمس أسئلة، لكل سؤال ثلاث نقاط، شيء جدا جدا جميل، شيء جدا جميل. أنتوا كنتوا خاسرين، كنتوا خسرانين من فريق من فريق حنين، صح ولا لا؟ فالحين حصلتوا على 15 نقطة. زين، السؤال الأخير، السؤال الأخير في الحلقة لفريق المدينة. مستعدين؟ مستعدين. أعصابكم شلون؟ سهلة. جامدة؟ السؤال الأخير سؤال رقم 10 لفريق المدينة، نشوف السؤال. ماذا يسمى صوت النمر؟ ماذا يسمى صوت النمر؟ زئير. أنا للحين ما قلت. أنا للحين ها؟ خلنا أقول ثلاث إجابات، ثلاث إجابات. خرير أم ضرضرة أم زئير؟ حذف إجابة.
واحد سئير. قال حذف إجابة، الاثنين قالوا لا لا، لأن يدرون حذف الإجابة سئير. إذا جاوبوا صح يحصلون على نقطة. زئير. أنت شو تقول؟ زئير. قول بصوت أعلى. زئير. عطى الميكروفون بيد رفيجك. زئير. زئير. وين شدوا؟ معهم زئير. معاهم زئير لأنك متأكد زئير ولا بس كذي معاهم؟ يلا. لا أنا كان ودي حذف إجابة. ترى أنت أول شيء قلت زئير. أنت أول واحد قلت زئير قبل ما نزل الإجابات. بس توترت. توترت. تبي حذف إجابة ولا تثبتون؟ أنا. لا نثبت. ها؟ نثبت. ثبت. زئير. زئير يعني الإجابة الثالثة. شلون؟ أثبت؟ أنا مالي خص أثبت. نثبت على الإجابة الثالثة. للأسف لا 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 للأسف للأسف إجابتكم كانت خاطئة. إجابتكم كانت خاطئة. الإجابة الصحيحة ضرضرة. ضرضرة صوت النمر، يسمى صوت النمر ضرضرة. ما عليش ما عليش، تحية، يستاهلون تحية حقيقة، يستاهلون تحية، يستاهلون تحية، يستاهلون تحية. أنتوا أولاً ما كنتوا الفريق الأساسي، أنتوا كنتوا الفريق الاحتياطي وما تنلامون، لأن كل مركز كان يعني مختار الشباب الأقوياء والأكفاء، أنتوا كنتوا الفريق الاحتياطي، ولكن أنا أحييكم على هذه الروح. فريق بدر حصلوا على 15 نقطة من 5 إجابات، وفريق المدينة حصلوا على 12 نقطة من 4 إجابات، فبالتالي فريق بدر ينتقل إلى المرحلة التالية وفريق المدينة يخرج من المنافسة. أحبائي أعزائي، أتمنى أنكم استمتعتم في هذه الحلقة. كان معكم نزار القطري، ومع السلامة.